لو الحكاية فيها إن فيدي طبعا اللي احنا شفناه النهاردة طبيعي حزب في حالة حرب في 20 محافظة في مصريين متنوعين من مشارب فكرية ومدارس مختلفة، وكان طبيعي ان يحصل خلاف وجهة النظر، وكمان ده بيعكس ان مفيش اعداد مسبق ولا اتفاق مسبق بين الناس، يعني انه المسألة مترتبة لهنا او هناك. فانا شايف ان ده امر طبيعي، الخلاف في الرأي لا يفسد الود القضية، الخلاف في الرأي ظاهرة صحية نخرج بها بالافضل للحزب المصري. احنا الان المستقبل بكل تشكيلاتهم وكل قياداتهم، احنا محتاجينهم يركبوا للمرحله القادمه للمشاركه في اعاده بناء هذا الوطن. مصر محتاجانا في لحظه استثنائيه هامه جدا، لازم نوعي الشعب المصري باهميه تحقيق مصالحه ومطالبه في ثوره يوليو وفي ثوره 25 يناير. احنا على اعتاب مرحله جديده. انا بقول